إسماعيلي. هذا هو الهدف الأول، عبد الله سعيد في الدقيقة 19، شيكابالا يتعادل في الدقيقة 31، ثم يتقدم أحمد جعفر بالهدف الثاني وترجيح نتيجة المباراة مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43. أحمد علي مع بداية الشوط الثاني الدقيقة 54 تحديدا ينزل أرض الملعب ثم يدخل منطقة الجزاء فيسجل أول أهدافه وثاني أهداف الإسماعيلي وآخرها. يمكن أسجل بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب الدقيقة 54 متسجلة عندي إنه ظهر ضمن ال 11 وأيضا ظهر ضمن الهدافين في هذه المباراة. الهدف الأخير معتصم سالم في الدقيقة 61، تمريرة عرضية من شيكابالا يحولها معتصم سالم ليكون آخر من لمسها وتحتسب الهدف لصالح معتصم سالم ولكن لصالح الزمالك. 3-2 لصالح الزمالك على حساب الإسماعيلي، 3 نقاط مهمة دكتور طه، ولكن أعتقد أن اختلف الأمر كثيرا بسبب الإسماعيلي في الشوط الثاني، فوتا غير رأيه فبدأت المباراة أفضل مما كانت عليه في الشوط الأول. مش عايز أتكلم، وطبعا في الشوط الثاني حاول أن هو يستدرك كل الأخطاء اللي كانت موجودة في الشوط الأول واللي أعاقت جماعية اللعب ونقل الهجوة وتطوير الهجمات لنص الملعب الثاني بشكل جيد، ولذلك عمل 3 تغييرات، تغييرين في وقت واحد في الدقيقة 53، نزل بن جلون وأحمد علي.